اللعيبه دي شقيت، اللعيبه دي عملت اللي عليها وزياده، هما والغلابه اللي موجودين في النادي. والغلابه اللي موجودين فين؟ في النادي، اللي بقالهم شهرين ما قبضوش، اللي لما جيت زودت الألف جنيه في المرتبات وجي مكتب العمل قال لك لا مش هينفع ينقصوا، طب بقيت ترفد في الناس. ادي واحده كده على الماشي، ادي واحده كده على الماشي، عشان تطلع تمسك الحديده وتشتم امه لا اله الا الله. ما انت خلاص، ما انت خلاص. بتهين كل ما هو زملكاوي. ده الموقع الرسمي من كتر الرعب يا مؤمنين، موقع رسمي، موقع رسمي لنادي الزمالك ناشر للاخ رئيس الجمعيه العموميه لنادي الزمالك الفيديو بتاعه وهو بيقول لك العيال هتشخ ايه ده يا عم؟ ايه ده الالفاظ دي؟ ايه ده الالفاظ دي تقال على موقع رسمي لنادي الزمالك يا جدعان؟ اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، انتوا اللي يرضيكوا كده ان الموقع الرسمي لنادي الزمالك بيتذاع عليه فيديو لرئيس النادي اللي انتوا منتخبينه يطلع فيه الالفاظ دي، يقول لك مش عارف في بيه والحاجات دي؟ طبعا يعني عيب ان الواحد يكررها، او عيب ان الواحد يقولها مره تانية، عيب. اعضاء نادي الزمالك، اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك اللي كانوا موجودين امبارح في نادي الزمالك، تقبلوا على عيالكم، تقبلوا على مراتاتكم، تقبلوا على نفسكم ان انتوا تبقوا قاعدين في نادي رئيسه ماسك الحديده وكميه الالفاظ دي كلها بتتقال وانتوا قاعدين؟ هو ده رئيس النادي اللي انتوا منتخبينه يا جماعه؟ البتاع اللي هو مبطن بيه بكره 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 بأسماء الشركات بكل حاجة، كل حاجة بكرة. اتجاه في اتحاد كرة القدم بتخفيض العقوبة على محمود عبد المنعم كهربا بعد ما النادي بكرة يا أماني، بكرة إن شاء الله تابعونا، بس خشوا معانا وشيروا الفيديوهات ديت واحنا شغالين عشان اكبر عدد ممكن، اكبر عدد ممكن، وانت شغال كده شير عشان اكبر عدد ممكن من الناس يعرف ايه اللي بيعمله مرتضى منصور في الفريق الاول لكرة القدم في نادي الزمالك وفي نادي الزمالك، عشان خلاص لا حسيب ولا رقيب، مفيش حد رضعه، مفيش حد واقف قدامه، مفيش حد قادر عليه، الدنيا كلها معاه، كله سجد، كله ركع، كله نخ، خلصت الليلة. وأي صوت حق بيطلع بتتقطع لسانه، أو بتتقطع رقبته، أو بيتقطع رجليه، أو بتتشطب عضويته. بكرة إن شاء الله مستشار عادل الشرباجي في لجنة الاستئناف في اتحاد الكورة بعتت له مجموعة من السيديهات، النادي الاهلي بعت له مجموعه من السيديهات فيما يخص مباراه الزمالك والاهلي طبعا في السوبر المحلي اللي اتلعبت فيه الامارات، وفي اتجاه كبير على ان مش هيتم العفو عن كهربا، انما هو هيتم العفو عن كهربا في النادي الاهلي، لان كهربا دلوقتي مغضوب عليه في النادي الاهلي، يعني حتى فايلر مش هياخده معاه ولا هو ولا رمضان صبحي في مباراه العودة أمام سان داونز، وهيكتفي بالعشرين لعيب هيكتفي بالعشرين لعيب اللي كانوا موجودين في مباراة الذهاب امبارح. فبالتالي في الغالب العقوبة مش هتبقى يعني إيقاف لنهاية الموسم فيما يخص قرار العقوبة المالية، 100,000 ما أعتقدش إن هي ممكن تتخفض، يعني ما فيهاش، مش هتبقى إيه، مش هتبقى مشكلة، إنما العقوبة اللي هي الإيقاف لنهاية الموسم أعتقد إن هي ديت اللي ممكن تخفض، ممكن توصل لتمن ماتشات. وبالتالي الناحية التانية برضه هيبقى في نفس الكلام فيما يخص إمام عاشور وفيما يخص شيكابالا، يعني شيكابالا برضه ممكن
الاتجاه ان تخفيض العقوبات، يعني لو هيحصل تخفيض للعقوبات هيحصل ايه؟ هيحصل التخفيض للعقوبات على طول. فعل الجرس تامر محمد حسن وحسن صبحي وعلاء النجار، فعال الجرس عشان اول ما اطلع هوا، لان انا ببقى مرتبط بحاجات ومرتبط باخبار ومرتبط بورق بيجي لي، عشان اطلع اقول لك الصح، فساعات ممكن اتاخر ربع ساعه نص ساعه كده يعني. فانت فعل غير من بدايه ان شاء الله بكره مثلا من 7 8 نطلع ان شاء الله نقول لحضرتك خلاص مفعله، هيجي لك على طول الاشعار باذن الله اول ما اطلع هوا بكره ان شاء الله. هقول لكم الفلوس بتروح، هقول لازم هقول بكره الفلوس بتروح فين، ما هو مش هينفع كده. وبعدين خلاص مفيش الا بكره بس، اللعيبه مسافره يوم الثلاث الصبح، احنا بنهزر كده بقى، احنا كده بنهزر، انت كده بتوقع الفرقه رسمي، انت كده عايز توقع الفرقه رسمي، كده مش هينفع الشغل دوت كده. انا بحملك المسؤوليه قدام الناس، وبكره هحملك المسؤوليه اكتر. اللعيبه لو ما خدتش فلوس بكره هطلع اقول للناس الفلوس انت بتوديها فين، وش وش. فاحنا بنتكلم وبنقول ان الاتجاه هيبقى لتخفيض الايه العقوبات فيما يخص اللعيبه اللي اتوقفت. خلاص عرفتوا كلكم ان ايهاب جلال مديرا فنيا لمصر للمقاصه، ايمانويل امونيكي تم فسخ التعاقد معاه بالتراضي، تم تعيينه مديرا فنيا لاكاديميات مصر المقاصه في افريقيا كلها، واول اكاديميه هتبقى تنزانيا اللي موجود مع ايهاب جلال في الجهاز الفني، حمد ابراهيم مدرب عام، جمال عمر واحمد حسام ميدو تاني مش احمد حسام ميدو الكبير مدرب مساعد، مصطفى كمال حراسه مرمى، وهشام مصطفى طبيب. الامن بيبعت جواب لاتحاد الكوره بيقول له تراعي الاتي في جدول مسابقات الدور التاني. ايه بقى اللي هيراعيه الامن اتحاد الكوره في جدول مسابقات للقاهره واسكندريه؟ محافظه القاهره ومحافظه اسكندريه من فضلك لو سمحت ما تلعبش في اي محافظه فيهم 3 ماتشات في يوم واحد، ما ينفعش تلعب في المحافظة الواحدة 3 مباريات في يوم واحد، ادي واحد. 2، اهلي وزمالك ما يلعبوش في يوم واحد، ولا في القاهرة ولا فين؟ ولا في اسكندرية. ده الخطاب اللي تم توجيهه للامن، من الامن لاتحاد كرة القدم المصري، لايه؟ علشان يراعوا هذا الايه؟ هذا الكلام. على السريع عشان تبقوا عارفين بس، يعني على السريع علشان تبقوا عارفين ان نادي الزمالك من المفترض ان يكون فيه في خزينته في الاسبوع ده 40 مليون جنيه. هقول لكم بكره، كله بكره بالارقام. تمام محمد حسن حاضر لكل مصيبه. بعد ما اخلص اللايف يا محمد هخش على العيال اللي جال، ما هم مش فالحين الا في كده، اللي جال الكترونيه وبتاع ويقعدوا ويسوقوا ويشتموا، هم ده اللي فالحين فيه، انما اداره نادي اداره كوره احترام ما يعرفوش الكلام ده، ما يعرفوش الكلام دوت يا محمد يا حسن يا نجار، ما يعرفوش الكلام ده، ما خدوهوش، هم اللي فالحين في الشغل ده، سيناريوهات تتعمل، اتوبيس مش عارف ايه، عيال ايه يطلع يشتم، يطلع يقول له واحده كده عشان مصر كلها تضحك عليه، هو ده اللي ايه؟ هو ده لا ما نسيبناش منه، لازم كل ده ينضف عشان الناس اللي تبقى موجوده معانا هم الناس المحترمه. بس الجهاز الطبي في النادي الاهلي بيحدد موعد رجوع رمضان صبحي 14 يوم من النهارده، يعني رمضان صبحي ممكن يعني يلحق يا ماتش انبي يا ماتش الانتاج الحربي. مستر فايلر زعلان غضبان متضايق مش طايق، ولا حسين الشحات ولا قفشه كوره طبعا، يعني الكلام دوت ايه كوره، جلسه معاهم وهددهم، هيبقى في اداء افضل من كده هتبقوا موجودين الفتره اللي جايه، مش هيبقى في اداء افضل من كده يبقى ايه الدكه هتبقى هي الملجا التاني ليكم. زعلان جدا فايلر من الشحات، حسين الشحات طبعا اداؤه جوه النادي الاهلي مش عاجبه، زعلان جدا من قفشه اداؤه جوه النادي الاهلي في الماتشات الكبيره، مش في كتير قوي بديل مش عاجبه، هنقول لك يا الله اكبر يا اليو ديانج برضو، اليو بادجي اسف، في الغالب هيبقى هو البديل الاساسي اللي موجود يبتدي
مباراة سان داونز في ماتش العودة مكان رمضان صبحي. موسى، أنا آسف يا موسى، معلش الواحد تزعلش يا موسى، موسى عمران عشان تعرف بس إن أنا ما بنساش يعني حبيبي. رجب بكار وحقيقة توقيعه للنادي الأهلي، رجب بكار من اللعيبة اللي النادي الأهلي يعنيهم عليها من السنة اللي فاتت. رجب بكار تم توقيعه للنادي الأهلي السنة اللي فاتت 5 مواسم، 5 مواسم، إنما هو طبعا فاضل له سنتين في بيراميدز، فبالتالي ما ينفعش رجب بكار ينتقل لصفوف النادي الأهلي إلا بإذن من إدارة إلا بإذن من إدارة بيراميدز. تمام؟ ماشي، يعني ديت كانت معظم اخبارنا النهارده. الحلقه ان شاء الله نحاول نقطعها لكم وننزلها لكم بكره. استنونا بكره، استنونا بكره، حلقه مهمه جدا 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 جدا. اتمنى ان انت تشير، اتمنى ان انت تعرف الناس، لان مرتضى منصور بيهد فرقه الكوره في نادي الزمالك. مرتضى منصور صعبان عليه ان فرقه الكوره وجماهير نادي الزمالك بتاخد بطولتين وقريب قوي ياخد التالته. مرتضى منصور هو وابنه امير بيكسروا بيدغدغوا في عظم فرقه الكوره في نادي الزمالك. مرتضى منصور ما بيشتغلش شغله اللي الجمعيه العموميه انتخبته عشانه. مرتضى منصور بيعمل كل ما في وسعه علشان الانجازات اللي تتعمل في نادي الزمالك يتم هدمها من جديد. دي الاجنده اللي شغال عليها مرتضى منصور. مرتضى منصور لولا ان احنا والجماهير واقفين قدامه الفتره اللي فاتت ما كانش مشي على الصراط المستقيم، ولما نفذ كلامنا ولما نفذ تعليماتنا بالحرف الواحد فرقه الكوره مشيت من فضل الله، من فضل الله، من فضل. لو كل اللي قلنا له عليه يتعمل واتعمل، ربنا سبحانه وتعالى كرم بيه الفرقه. خليكوا واقفين، خليكوا جاهزين علشان نكشف المخططات وعلشان نكشف الاجراءات اللي بيعملها مرتضى منصور علشان يهد الفريق الاول في كره القدم في نادي الزمالك، والانجازات دي كلها يهيل عليها الايه؟ التراب. بكره بمشيئه الله تعالى موعدنا واياكم ان كان في نبينا عمر. سلام عليكم.